بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كواكيل وبقول سيدتني صدحات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بين كسوة جري باب كي كساب سنة فضائش المدينة يحرم نمت كذا باب من أراد أهل المدينة بسوء إن أذابه الله حبابي هاي ريم مدينة أحد كلاد حماني أحد قذب إلهي سبحانه وتعالى إنه هلاقوا آخر يدون بأ وعذاب كل لي عقاب. حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار البغدادي قال حدثنا حجاج بن محمد المسيس الأعور وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق كلاهما لبدا وذات وحجاج إيه عبد الرزاق عن ابن جريج عبد الملك أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يوحنس أو يوحنس عن أبي عبد الله القراض أنه قال أشهد وحنك قري على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إنه يري قال أبو القاسم أبو القاسم حلو صوبناها عليه الصلاة والسلام من أراد قفك لدون أهل المدينة الرين بدين لدون بسوين حماني حد قذب يعني عفوا من أراد أهل هذه البلدة أهل هذه البلدة نك لدون بلد كانت تكدق بسوين حمان يعني بلد كان وحنبه كوضى المدينة أذابه الله إلهي وقرد على عليه في النار وهي كما يذوب الملح في الماء سيدا الملح ذي عصبه بيها أقول على الآن. وحدثني مركوا دعاء يا إخبار وخبر لبض بأه وحدثني محمد بن حاتم ورايم دينار قال حدثنا حجاج بن محمد المسيس الأعور وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن عمارة المازني أنه سمع القراد أبي عبد الله القراد كذا مريسين مركحون أنت أوكي أنا هذا كلية إن وذات كان عمرو بن يحيى المازني أو متابعين يوذاديه كهريها ابن جريج أنه سمع القراد مغلي وكان قراد نوحو أبي عبد الله من أصحاب أبي هريرة أصحاب تذر وكتر سناء يزعم سوقه الشيخ مغلي أنه سمع أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها مدينة أهل كذا أحد كلا ضونا بسون حمان يريد المدينة أذابه الله الله قد على لي عقابه في النار كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم حويل أصغر في حديث يوحنس بدل قوله بسوء شرا بولي شرا هي من الروح لدنا بسوء بسوء بالله رواية طومرتين رواية محمد بن حاتم نعمان البغداد السمين أصغر من أراد أهلها بشر أيها أصغر أخريي طيب أما شرا الرواية ظهراء. وحدثنا ابن عمر العدني حدثنا سفيان يعني ابن عيينة أبو محمد عن أبي هارون محمد موسى ابن عيسى وحدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا الدراوردي محمد عبد العزيز محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو علقمة من وقاس الليثي جميعا سوى دجير نمانك أبي هارون إيو محمد عمرو سمع وحي مغلين أبا عبد الله القراط بين مقلين سمع أبا هرية عن النبي بمثله سوى نبي كوريني حديث كذا صومرتين وكلي. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل المدني عن عمرو بن نبيه أخبرني دينار القراء دينار وأبي عبد الله أبي عبد الله يقول قد صومر يسين لبي سبع سنين وهرات صومرتين مجيء يسوي ومشهور بكنيته أبي عبد الله القراء قراء وحلو يقول بحشين حال إنه صومر ري مجيء يسون الدينار بالله إلى هذا. قال وحوري دينار وأبي عبد الله القراء سمعت سعد بن وقاص الزهري والمغني يقول أسوغه لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد قفك لدون أهل المدينة الرمد بسوين شرع حمان أذابه الله الله قل عليه وهكو عقابه في النار والعذاب ويحرين صوم الري يهبين كهر ريسة كما يذوب الملح في الماء سيدا ملح ذو أيبيها أغم لانته سيد بير أون لدريمين إله أبا بيو سيدا عصبه مك بيها لقر ذبا سيدا فلين أغم لانته مركا مالك الوضع الدريم نبال لغا قرية ننك أسك أول. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر ابن كثير الزرقي عن عمر بن نبيه الكعبي الخزاعي عن أبي عبد الله القراد أنه سمع سعد بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله فذكر وحوشي بمثله غيرها سيشاء أنه قال وحوشي بدهم من أراد أهل المدينة بدهم أو بسوء دهم وبلاي دهم وعلك كوغالا سي الله ما فلان كوغالا لا يدهم أما من الدهماء والبليد البلاي الله لك يعني من أراد أهل المدينة بدهم عيدا وإنه قري علنك لما
أو بصنع محمان لماغا أو بدهم أم بلايا لماغا أذابه الله في النار كما يذوب الملح في الماء، معناه يا طمرة وهي. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي حدثنا أسامة بن زيد أسامة بن زيد الليثي عن أبي عبد الله القراض قال سمعته يقول أسامة وحيلي أبي عبد الله القراض الله بن مقلي سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وسعدا يقولان يسعدوا له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم الله أبركي ريم مدينة مدكوذة وساق الحديث حديث كاد صمر يسين الدعاء أبو كحيا النبي وفيه أما لبدا إمام أي كحيا وساق الحديث وفيه وحاكو جرا نك حديث كحيا هينا وراوغا دم مطابعي أسامة أسامة بن زيد الليثي وفيه في حديث أسامة وحاكو جرا من أراد أهلها أهل كيد قف في اللد بسوء حماني بلاي أذابه الله ربي هرد العالي أما إلهي بعد الله عقابتي عذابك كما يذوب الملح في الماء إذن ريم مدينو يحرم كان مدني قال سيدا صلى الله عليه وسلم حق دوري هل كاسين شرع دو كتشوغا مرك إسكا إلالي حماني قداقا حمي يضا تكتان كإلاشا تدك يضا إسكا إلالي تدك دقان إسكا إلالي مسجد كحرمي يسار دورا وحو مسجد كبر وكبير حرمدنا ودين تإسلام كا وحو البنا وحاكم مدن قفك بن آدم كا إلالين وحاكم مدن إنو الدين كإلاشو باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار وحبابي هاي الترغيب في المدينة أي في سكن المدينة بورنت اللي سكوب بوريا أما اللي سكوب عرب شيء مدينة دقيتان كذا عند فتح الأمصاري مركب مقالوا إن كله فرتيل الجورة يعني ولا برواق صونك وهذا يو إني وأنا أكسنت إن لوط القاتل الله صبره أو مدينة اللي تشوق أو هذا هي كعين وده هم كعين. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير الأزدي وصحابي الجليلة صحابي الجليلة قال وحول السحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح الشام شام بالا فرندونا وشام لما فرن حق النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام وانا عالم من أعلام النبوة الدلالة الدلالة كتوصى النبي يقول النبي حقي وصدقي صادق يقول النبي وحول تفتح الشام الشام وبدحدة شام نوحلو يلي كعبة مركز جوكتو أي شمال كاقبان إيسا شام كعبة مركز جوكتو دنك وقويبي كاجر تا شام تفتح الشام شام بالله فران دونا فيخرج من المدينة مدينة وحاكبح دونا قوم قليو والتنكير هنا للتحقير وتوهين أمره للتحقير وتوهين أمر القوم قليا مكسأ ونعقل بضنين أيا بح دونا تفتح الشام شام بالله فران فيخرج من المدينة مدينة وحاكبح دونا قوم قليو من الفاتحي قليه الشام صوفر تقيب كم بذا أيا سؤر دور هركض الرران اللي هل كان مكان لو بحايو فيه مطالح وصالح نو وانا اكسن مخلص وصادقة ينين دنيستا انت هو كجران منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره صادرت القوم يروي والنبي هو تابتي تنكيرك هنا انا والي للتحقير وتوهين امرهم فيخرج من المدينه وحكى بحدون قوم قوليو باهليهم غير كوديب يلك بحدونان ويقال دونان يبصون يبصون ايوه استكو هيا من البسي أو من البسي إنه وحول ما كان كحين محن أنا إس جيل ما كان لكحين إس بالليل هذا وش عندك ذا الله قلم مره وقعدت اللي يقول ما كان لوطر هاي يقول بيا إس الليل هذا يوحي لما عرفتنا بس بيتر هذا بس أما بعض الله وصل بس إس تاني بس تودي اسمه كير هذا عربا أنا مركا يدا ورك الله سعد فيخرج من المدينة من الوحاكب بحضون قوم قليا أن وحبلا فهن سنين بأهلهم ريروضي بهران دورا يبسونا أيوه جيل كحين أيوه جي أورت أي كرة لين هريدي يا أقل كوكو قادني عرورتي ضبط ذاك الريح أيوه كحين يبسون هذا حسكت يسوقون الإبل أسكرد عباب مرك وويد خيما أي استعمال وكلمة يمنية عرب اليمن باستعمال الجري عربتك لما يسن أقولين نبي اللغات بضم بقال الله سبحانه عليه الصلاة والسلام يبصون ايو جيل استكو هيا او جيل اي اورتي كورين هيرك كورين اي مقش كو غورين خولي عروت كو غورين ريح هيا اي مدينه كبحايا والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون مدينه انا اخير بدان اني جوغان هداي واخ غران لهايت ثم يفتح العراق عفوا ثم تفتح اليمن يمن بالله فرن يمن ايا الله فرهايا فيخرج من المدينة من وحاكب حضونا قوم قل بأهلهم بين لب حيان
يبصون يقون استقوا يقيل قمها يوم مركا ترعنها والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون مدينة أنا أخير بين الجوعان ويسنكبحين هذي قرشد لليه ثم يفتح العراق عراق بالله فرندونا شام هي عراق من الله ما فرنا أنتم النبي نول عليه الصلاة والسلام فيخرج من المدينة من روح كبح دون قوم قل يا كلوس الدحاء بأهلهم رروض باللبحة هيان يبصون أيه واستكوا هيا والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ترتيب كحديث كمرك تقديم تغيير باكوتشره محي لي دول كان النبي قوي شيء وحلا قهر فرطي يمن بأهر ريسي كدي من الشام باكو حكتي عراق باكدم بيسي إذا مرك وحوي ترتيب كأو وش جرّه وتقديم التأخير بكتير وحول دقل كجمع عيان وحلوج إذا يمن سيدا ما يستن لوفر بعد الرسول الله بقيت عليه الصلاة والسلام ولذا بعد الشام بقيت يمن أنتم نبي يقول نورا لما فرنين لكن قيبا لقفرت أبو بكر لبت قيبا لقفرت وحال رمى سري خلافة دي سيدنا عمر يا يعني أنتم قدم بيسي يهود قدم بيسي عن طلقو دقة المهم مركها هذه فتحها كامل كلوج ذو شام يمن وحد بيجي يمن ترتيبكم مركب واسحية شام بقوه الرئيسي فتح كاملة وحكو حكتي يمن كده من وحكو حكي عراق ترتيبك واسح لكن هدي فتح وحلي لقوم لقاه الله يمن بقوه الرئيسي شام عراق بق مركب ومعجز معجزاتي فتح اليمني ثم فتح الشامي ثم فتح العراق وسدا أو نبي وش جرى ودعبه سيدا والنبي قوشة عليه الصلاة والسلام ومعجزات ضد كان أساسي يلان ضد كي يمن فرتقيبا كم يذا انتي مادين بي عروطة الرياضة الرارتين ايوه له برواق صورة نيبية ايا برواق انتونينا عراق مكلا فرطي ريم مدينة قيبا كم يذا التقي شام مكلا فرطي قيبا ايوه التقي ضد يرباوات كي استوكسوا هاري حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا من جرير عبد الملك اخبرني هشام بن عروة عن ابيه عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عفوا عن ابيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن ابي الزهير الازدي عفوا ازدي شنوءه وانين مركه ريم مدينه صحابي قاس قال صحابي وحور سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن سمار تحديد كان ضمن روايه اياها قاجسي تقديم من الرواد بؤها يفتح اليمن يمن بالله فرن فياتي قوم قل يا ايمانيا يبصون قيلك حين هيو مركه ضبطك كجرو أرده هيا فيتحملون وحي حنبارانيا رانيا بأهليم ريرهودي ومن أطاعهم يعدي يا شباب ريرهودي يوحي إلي درس أبي لك عايا يمن بيقين هيا والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون مدينة هدي والنبي يقول كحبالانيا مسجد كسوكويا له آثارتي كم وقته الأنصار والمهاجر بقايات كده أي تشوغان أياك خير بدن ميل الدنيا الله دونان هيو ميل الدنيا الله هدني ثم يفتح الشام وشام بالله فون الساسيس كوحيكي مركز تقديم هي تأخير من النبي ما عليه الصلاة ومن الراوي من الراوي ثم يفتح الشام شام بالله فرنا فيأتي قوم يبصون بس هذا ويدين سوشا يكون قن ماي فيتحملون بأهليهم بحمبارنا أما أي رنا ومن أطاعهم عدي أهوغان ستيش والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق عراق بالله فرن دونا فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام بلادي أمثال اللي فرنية السحابة يسوي فرنية سيأكله الريين يمد البقاب كوفر ملها إيه ضدك كإيمان إيه مدينة كجور يبو شيء مدينة إذا خير بدنة كن نجاد ودنيا يبصن بنبوي عليه الصلاة والسلام باب في المدينة حين يتركها أهلها حديث كما حكوا جرى وحكوا جرى ماشي الدين كذا أورون الدنيا هم بهاكو دبتي يا هذه يا شركة خير بدن ماشي الدنيا أورون دين تذا أنا أدران مدينو نينك يجوا الدين كسي أورون تاي علماء دي بيجوا نبي جبا كو حبالا مسجد كيات صلاة كتو كتو أي هيد كون صلاة كون صلاة بيقول دكانتا سنة كتو كتو كون صلاة بيقول دكانتا أو العراق يا شام يا كتو كتو يمن سادي دورد كتو كتي يمن عفوا مدينة وحيود أن تكون سلادود كتو كتي يمن كن سلادود وامق هاي مق سنوي وامق بلود يقول رفتا
وحسنات كله ومسلا بصنا كله لباتن بلود لبصنا وحال سعادة مدينة كنت كتوقوا موحل سودي غامرك موحل سودي غا يقول عرب دقة يهولة شدين يمن قدونه العراق قدونه شام قدونه وحاسو خير إصدافي موحن وين وقوان صدا تيبو النبي قال عليه الصلاة والسلام مرك بلاد إلهي أتكون وشين تطاق فيروس ماشى الدين كذا أقرهن أسكن نب أتكون معلوش أتكون بهاتي حبرتها أكون شقدو أكون لفتو الدنيا ولا جتني عباش ميس باب في المدينة حين يتركها أهلها مدينة باب هاي حلي قدرت كذا يكق حيل هاي نكتي الهاي إن لا قال الدنيا بق قل يا قيل قولك يرو كبحي والنبي كسو على علي مربى ولا جتني الدنيا حدثني زيد بن حرب قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن عبد الملك ليدانك أبو صفوان مسلم بشيق الدونة عن يونس بن يزيد الأيلق وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرني نوح عبد الله أخبرني يونس عن شاب الزور عن سعيد المسيب المخزومي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة مدينة وحكيري أما أجيري ليتركنها أهلها ليتركنها أهلها أهل كذبة كتجدونا على خير ما كانت مذللة للعوافي نبي وحول مدينه يكه الله يه والله وحكتجدونا وكقحدونا ضدك الدجناء على خير ما كانت حلق أوقيم بضن دولبة حق بروقة أدونك ينولشة يبرت بحضي ينحفق أدون حلق أقوى ناقص نيت بكي عاية أو حلو شيء مالك لو خير بدن مذللة أيضا اللود اللي يلوجت تجي للعوافي حدود أما حيوان كإرساق دونك العوافي وجمع عافية ورابها رواج ضوع ضي دفيج دانير حيابها مقالين كدولات كذي ما أدى كقرابته يا عوافي اللي جدا هذا كم ذا شنبرها مالها تبط كي مالها لجوجور وحيابها ما أدى وحكم مرافة أي عوافذ اللغة الجمعية جمع عافية مفرك وعافي إرساق الدون على فضون يعني نبي حوجة السباع وطير باللغتك السباع الدقاق إيه وطير هاد باللغتك هيا من اللي دقنا هدي اللي قلقوره يا مش مركبة حنشاء إيمان إيسا تكيبة واقلين إيه وهادا إيمان إيسا دواعي الرواية وحي لها المالية ويردو عن ماشا سي مرافة هيا كوة ووين إيه مادان بلغي حيوانك عدودة يكعرج لمقالة أي إيمان إيه وسوق الهاية ضدكم مركا يقو ضدكم مكا الوجود عوافي وعافين بال مفرد كيسون جمعون وعفات هذه ضد لقاها الله طلاب الرزق من الناس مفرد كيسو وعاف وجمعه عفات أما مركا حيوان لقاها الله جمع سوى عوافي مفرد كيسون وعافية حلقة سوى قرمة رواية كتنبع عضين دوني وفي آخر الزمان في آخر الزمان وحلقة هي آخر سورة الدون كلا قاري مقالة تقنين بأيسان شرين نبي وكيشي عليه الصلاة والسلام مدينة إنا يتي مقالة أقضن بأيسي خراودة دونته قال مسلم حوري يا مسلم من الحجاج أبو الحسين وحوري أبو الصفوان ميادوني ننكاس شيخ شيخة هو هذا يكنا هو عبد الله بن عبد الملك وهيان يتيم ابن جريج ابن جريج أقول كيسي ابن جريج بسوكري وربيب كيسي بقها ربيب كيسوا إسلام وقبي أيار بشي مركب وسوكري ربيب هو 10 سنين 8 سنين قعنتكو ابن جريج با قعنتكو يويل كان أبو صفوان وسوكري وربيب كيسواها كان في حجر نفتي سوكجر أي في مسؤولية ابن جريج بوكجري وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي وشعيبة عن جد أوقي الليث بن سعدة حدثني عقيب بن خالد ابن عقيل الأيلي عن شاب الزهري أنه قال أخبرني سعيد ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت يتركون تتركون في رواية البخاري في بعض النسخ تتركون المدينة مدينة كتك الدونتان صحابة النبي قال قبصانية تتك المدينة كتكين صحابة ما لكن صحابة فرع عدوي وأبناء الأنصار والمهاجرين وي أهو قال يا أبها وحي أي سمايين أذية ويلك والغوتي رنكرا هذا ما يخوش كبر النقنين أذوقنا عروت هذه فرع الوحي سمين دونان والغوتي رن هذا كبر النقنين
يهودي مدينة جوكتبع الله وحكيري قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين يهودا إلهي وكان الله أنبياء ما يسندرين لكن يا دلي أو يا شوط فالكحونا مركي إسر كادو هي فرع عادي أي سمين وسير تادي إذا ذو كبر النقنين دبال الله وقوح رايا كذلك عروت كافر عن توحي سمين دون الحمان هذا ذو مركاسي كبر النقن والغوت إما ذما وإما نسبة إسك إضافة لأن النسبة تثبت بأدنى ملامسة أما الإضافة تثبت بأدنى ملامسة ما أدنى دنبيلته إن دنبيلته ما إذن كريه بلا تكدي وإذا أدى أن هوش شغل كل هاي بدي وعن إذن كريه بلا سمعي حدو جدا طول كابا سمعي الله قوضا إما هو ذا سمعي طيب رواية البخاري مركة تتركونها سيداوي لكن رواية المسلمين ما ببربرين يتركون ذاتك كتك دون الضمب المدينة كقح دون على خير ما كان حلق أولا سنة إذا قدر السقون وحق النولشة لا يغشها مد بوليو ما إيمانا يكو ما صور للمانا يكو مدينة إلا العوافي عدود حيوانك يدقاك إرساق دونك أموي يريد وحو النبي عوافي تكوضا عوافي السباع والطير دقاك إيو هاد كوضا وحرادية ثم انت كذب يخرج راعيان من مزينة لو أنه ريم مزينة أري وطاسو بحضونه مدينة كسو هيران يخرج راعيان لو راعي لو أري جربا صوبح من مزينة قولك قويس كريم مزينة يريدان المدينة يودون أي أري صوك حينيا ينعقان بغنمهما إيو أري قد أفوري هيا أما أرى واقع هيا ويريد هيا كالا إيا حيودة قوي وكعيزاني مدينة ربائنا يقول له المضاء فيجدانها نعيقنا دغران كبرتنا وحولها ما كان لو يري دوقيس اما قيل او يري ما ارو او يري وحد يري سي فيجدانها مركز هلا هيان مدينه كسو بخي با لو جيدا وحشن يو عدلا خاليه وحشن اي خالي لا احد بها حتى اذا بلغ مركز سو غاران ثنيه الوداع كرنت اللي اسكو سغوتين جري او حق شام جيكتا وكان مدينه كبحيسو روح بحايا دتك الراعه يا كذا سو نوقن جري ميشا يدا هلكاس لا غادي ولا لدر دارمي ولا كغا سو لابن وا ميش اللي اسكو سوتين جري ما لو بخي كرنت لو اذا وانا دنك شام مكن من جوت دنك شام بكا جرتا مركي هلكا مريان من كو سو فورسدان او ثنيت الوداع يسود الاستاغان خر على وجوههما اف اف بي ودحايان وي دمانيان نفتا بك بحايس احد كو دنبيه مركي مدينه سود الاستاغا ee wax soo muday aad gashid yiraahdo waa labada nin weeyreen muzeyna ee arid jirka ah riwaayada bukhari waxa ku yimid annahuma aakhiru man yuhsharu inay yihiin dadka u dambeeya hata aakhira marka la tago dadka la soo bixiyo banka qiyaama yimaada labada nin baa ugu dambeynays madina ugu dambeeyeen sooma wax soo dul istaaga aakhira marka la soo saarana وحقبرها كسب وحبانك الله كيانو قيام عرصات القيام لبدن رمز زينة أدي شركة أقدم بي طيب لأنه ويجري دمبيين جري ذا هذا يقدم بي سنة وحكر الله هي وهي إن هذا حق حشرة قدم بي سنة طيب لأن الحشرة وفرع على الموت فرع على الموت وهي معناها سنوى على الشيء رواية البخاري فيجدانا وحوشا يدو دقاقهم فريابا وندد بتشوقين عدود باب الجوكتية عقار يهاد باب القبل إذن حلق أسابا لقاردو وفي آخر الزمان في آخر الزمان وهي حليد ربنا ما يأيب من دين بابئيين حلق أسيدا كل دوات وجرتي والله قال يا عي ووحج وقال له وايي ووحواد كيست وفرق ترس نغضي واقيدا بادب لغوص واللابطي ما بي إذن واجد نبه هذا ضد وقت ظروف كلا تري لكن وحوي آخر كيد ضم ب مدينة وكي خلاف أول كيد هو خلافة رسول الله بفردي أبو بكر بفردي عمر بفردي عثمان بفردي كدبنا واجد من خلافة وحوي جرتي عراقي الشام سيدنا علي وكيف فرزت العراق ربنا أمينا إيه هو رهضنا وحوي فرزتين شام يدمشقية أقاس لقيت dad yar baa ku soo haray waaqi dambe culumadii baa ku yaraatay reemii baa qabsaday iyo dad abaaru keentay ah qorshii oo dhan baa iska halaabay dib bay ka roonaato culumadii ugu soo laabteen marka isbeddel badan bay iyo dhulku marayaa
باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. وحبابي هاي منبر كان النبي محمد تقول حيسا يجري جيس أنت كده عليه وقولك عائشة أنت يرتاء وبير بيرها كان هذا كمده ما بين القبر والرواية وترجمة النووي وعلى في عياه وعلى ما بين البيت وبين المنبر والمنبر روضة من رياض إنه نسك الرعاية هيد. طيب حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن بكر المخزومي عفوا عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم المازني عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي قرئ أنت أدحيسة يو منبري منبر كان كخذ بأنت كدح عليه روضة وبير باكوتا الله من رياض الجنة بيرها جنة كاملة عند الطبراني وحكيم في الأوسط ما بين المنبر وبيت عائشة منبر كنت أقول حيسي قولك عائشة وإيش لازم يعني شيء مرك العضيين السنة عند البيان لازم يحلقوا عضي وأفقروا عنهم لمن أقلوا رسولكم وأفصح الناس وأعلمهم بالحق وي لما أقوله مرك نصوص أما فقيات كما أحكام الله شرحها لما أقوله أما وحل التعريفين يا أما وحل عضينا إن لازم وحكو عضيس لازم. طيب بيت كاسمي مرك حكى لازم إنه النقضي نبيه قبر جيسي قولك عائشة لو حبا علي لكن نبي وحكى لمحوها قولك عائشة أنت أود حيسي أنا وأنت قنا يا منبر كان كخط بي أنت هاسي أنت أود حيسي وأراضي من رياض الجنة. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد الداراوردي المدني عن يزيد بن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو عن عباد بن تميم عبد الله أبيه عبد الله بن بكر هران صوم مرة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن يزيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. رواية النسائي نكون مرينا ومنبري على ترعة من ترع الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة منبر كيون وحدول سارية هاي برم برعود أما كرنجا بور ير كذن بور كمذا بوره ير كي جنة يلا سارية أو أنكدو الفريد سنية. حديث كان مرك معنيه يسو آد بيسكو من رافين ودادو ودادو حيدة هذه وحلو جيدة وحكا لان دون اللو جيدة من مرك النبي محمد عليه الصلاه والسلام اي غورغيس انت كدح حيسول لازمه مش روضه او تقانان وا وخ لو جنة غلوي نيكا هلكا كوبتا الهي كبري اي كتوكدا اجر بدان بو شقيسن كاسو كينا انو بير جنة كو هيلو وحديد كو خول لمعنى يحي الجنة تحت ظلال السيوف الزم رجلها فثم الجنة الجنة تحت اقدام الامهات بالغودا وما على ظاهره حديثكم يا وحلا جو ذا هي ماشى وعدك اللازمة إلهي كبر يه كنت كده جوجا وحو أنا ويا هاي إنه بيرجنا كله له هلك وذا دام مري وذا نحن وعلى ظاهره والقدرة صالحة حديثكم وعلى ظاهره إلهينا أو ديسو وحكر ريبا متشرو منبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام والله قادي سيدي سنبالغو قادي والله قرحين سيدي دينك الذين قرحيو يدينكم من مدوغا قابنا وفالفولحن ودخل رواوين جنة قلي ميزانة موقتها والله إذن هبين يا. طيب منبر كان والله هبين أسوكو سيدا أقرح سنو سيدي سأل قادي كدمنا بيرها جندا أيالا نحديقها هيا نمنا هالكاسين مرين. كذلك بيت كان النبي محمد حجرة عائشة أي نواسدة سيدي الله أي وحيوتاي قيب جنة كمل أن تي سيدي اللو قيو الله قاب أي جنة بلوك هذا القدر يا وروضة من رياض الجنة على حقيقة بيدين وذا دلك زي الله مريم نمنا وحي بيد هذين ومعنا صدح هذا مر كروا جنة الله كيان أنت إنكم بن أقولي وقيب لك جنة كمل الله كيان أدون كلا كيان سيدي حجر الأسد والله كيان من الجنة النيل والفرات من الجنة لبوا بيو جنة كسود اللعيو ينيل الفرات أذكر من نصوص شرحنا في كتاب الإيمان سماي. طيب نفس الشيء
انت ادح حيسا منبرك النبي محمد يقولك النبي قد جنا عايش قد جذها واجد دمنا قبرك سبحانه النقضي قد جذا وحيته قيب كم ذا كنا ذا لقيس قوي آخرنا لقوا عرين دون صدق هذا معنا كتير كذا إن لا في عوام حي والحديث على ظاهره والقدرة صالحة ومصلحة لكل شيء وممكنة وممكنة وحديه ما إنه من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب لما أرنا يؤتيه رين عمل يثواب له فسراء هاي طيب كالنيل والفرات والحجر الأسود نوى معنا أصلنا صدحاته إذن شاشيغي طيب إن حقيقة اللي قد يانا في عن هل كان مكي مرينا أشاعره وحيد حديثك على ذلك اللي دايو هبين دو ويسود إذن على ذلك اللي دايو ثم قرنا إذا طيب ماشي إلا قبر بها كسود نوى هذي قبر النبي بها كسود نوى هذي مرك على ظاهره قاضع يدو حويلي وحلقوا إجماعي قوبت أدونك أوقف الضبطان أفضل بقعة في الأرض وبقعة النبي كحبا عليه الصلاة والسلام وحجرة عائشة وقلك النبي كحبا عليه قبر جيسة وأفضل البقاع أي إجماع سوقوري وهذه دمرة واصل لمن هرتيو إجماع سوقوري ما ننأرك أنه هذا كان مرمي منه من النبي محمد كحبا عليه يبقى لقفة البداية لهم ما ينو لكن أول شيء أحب أنتي نص لأن الخصائص والفضائل لا تثبت بالاجتهاد وذاتك اللي إذا قاضي عيادنا هذا إيه له إذا قاعدة ضابط الإجماع وحوي عالمك ثقة مطلعة إجماع دسوقوري وإن لا أقبله كرواية الراوي الثقة العدل إن لا دورنا ما بنانه وحالينا هي محاقيد كم مقانه إذا لم يكن له أصل فاسد في حكاية الإجماع قاضي عيالة ومن المتساهلين واسعي الخطوي في حكاية الإجماع القينا فانتين بيلة هاي لكن روضة النبي محمد يمشي كحب علي هاي عدبا كفض وأنا أرن مين لكن نص نقل وبان هاي ولا تقم ما ليس لك به علم شيء حجر الجزمين والسجريتان كيس من آذيذي بالدليل من رأوا كوع دان وايو لقاربه التوقف حتى يظهر حددنا زوج بن حرب حديث كان حاد لي الشداء هذا إنه مرة إنه علوم هذا قام مدينية مكو حافظ بدن مكو مدينة مدينة فض بدن مكة كفض بدن ده قام دليل الشداء محايا ليدهن من برك النبي محمد إيو حجرة عائشة قبر النبي بيت كيسي والروضة من رياض الجنة بقع الليل وجنة ذي كميت تين أدونك كمات تعلقن ماشاء هاي وهلك بقع كلية نصوص الشيك تين الجنة كميت هاي حجر الأسود قاسوه بقع مية وعند أحمد الكجرة نلا ما نلك كلية ليد الجنة وكيمد وبقعد النبي كحب عليه الصلاة والسلام إلى منبر كيسة حدثنا زين حرب وحمد مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد الله بن عمر العمري وحدثنا ابن نمير محمد حدثنا أبي عبد الله حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن بن يساف الأنصاري عن حفص بن عاصم بن عمر وأن عمر أوي هوي بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من هذا الجنة ومنبري على حوضي حديث كذا أنت سقط دري ومنبري على حوضي منبر كيغونا حوض كلا قعب دونه يوم القيامة الله بحسن دونه أيا يودل سارين يا هيبة هاد والله سوق هذه برتا سالون دي النبي أكو فرسني ومنبري على حوضي منابر بدل النبي إلا سيا لقيابة حوضك بدلنا النبي وعليه في النصوص بيكتمت لكن منبر كان هذا أنكو خط بينيه حوض كي كان آخر لقى عبدونا الله دول لقى هيا أنكو دول فريسان دونا شهادية صالحين بالاشي على منابرة من نور طيب منبر كان النبي محمد انت الله قاده إن حوض كي الله دول لقى كرسي كيسي محاكو دي ديسا حديث كان ودادها دليل شدي إنو تصيو مدينو إنه كخير بان طيب مكو وجه الاستلم حوية مدينة وحاكوتها لقوب جنة كاملة
قوب أن يرين دور مترا أو جنادة كمدة من مرك النبي محمد إلى حجرة عائشة ومرك دور مترا بقعدة أيضا مرك وحكاك فلبضانتهاي وحول بؤدون كيالة ويمك كمتهاي بدليل ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها قانسة متكين قانسة دي سح حرق هذا إن إن لعق أو جنادة كمدة محكا خير بدنته الدنيا يوحي الله رنبا كعبوا من الدنيا بيكمدتها إذن مدينة محلقة هلي قاب قوس أحدكم ما هي بلدن أو كمدة جنادة بل خادنا جنادة كمدة مدينة كويا لو حكينيا مدينة وحكا خير بدن إنو سأدونك كتاقين أولينا ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها إذن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة لازم كوام حي متمرض فالمدينة خير من مكة ومن كل بقعة في الدنيا دليل كل دليل سهلا ما أن من قاب يبدل شيئا هو سهلا ما طيب جمهورها العلم وحي قبان من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مكي مدينه مكافة بضان لكن جماعة من الصحابة وعمر كمدية هاي وإمة الأمصار ومالك كمدية هاي رين مدينة رنبا وحي قبان مدينة كخير بضان مكة أكثر النصوص نوحي تسيسا أن المدينة أفضل من مكة حالي محثوم ريزي إلى وحي أتبركة دي يا شيء مكة هي لبن الله بك دي البركة محاكمة فضلك يا ثوابك كمية نصوص تتصيص إن مدينة مكة أي كفة بضانتها ومدينة الرسول الله أي خير بضانتها وعركوا وحن نتصيص إن مكة أي خير بضانتها مدينة ولا بحديث وفي صحة ما نظر لا بحديث وي تازنوا قاد باب أحد جبل يحبنا ونحبه أحد وقو أم بور يحبنا نجعل ونحبه وكي سوء تأويلين أشاعر حديث كما كان نمرين نون وكبد بلاوشا أيضا حدثنا عبد الله مسلمة نقعنا بلقعنا بقال حدثنا سليمان بن بلال عن عامر بن يحيى المازني عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد واسمه عبد الرحمن بن سعد الساعدي قال حول السحاب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دولان كتبوك ما النبي قال لبح حني وساق الحديثة حيث كده رأي قصة صنع دولان كتبوك صنع كسقالة هجرة يوك يراو وفيه حديث وحكو جري ثم أقبلنا ونسوق الدون وتبوك بانكسر الله بني حتى قدمنا إلى أن نقلي ونمد واد القرى حتى قدمنا أي وصلنا أنسوق النو واد القرى وواد الحية مدينة الشام شامي مدينة حق شام بوترة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوري إني مسرع مك وادي القرى النبي سوق قال ومدينة أسر وادي وحوري إني مسرع وادك دق يا نوك فمن شاء منكم نينك الدورو إذن كم بذا فليسرع معي هاي لدك دق وابحا ياي ومن شاء نينك الدورو فليمكث هسكنا هذا ترتيب هسكا سو سعوده هسكا سو كاتسو هسكا سو تمشليه واسكا سو شاكي أنا قوى دقاقا ياي فخرجنا يا صحابة النبي كهر ما يهدي نبي راعي فخرجنا ونبحنا حتى أشربنا على المدينة إلى المدينة كسر دوانا صوت أنظل لمد أشربنا اطلعنا على المدينة مشارف المدينة وأغارك يدولات كما قالت فقال نبي حلمكم المدينة أركي هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه ورعد ذو هذه تنين أم قطية فيزة طابة تي وناكسن يدوي طيب أنا والله إذا هذا إلهي أنا مقع أبح شيء نبي محمد مبحين حالي نصمر وهذا قوغا مغضان أحد جبل كأحد أوي وهو جبل وقو يبور يعل يحبنا أن نجعل ونحب أن نجعل سيطب نجعل يا وأنا ونجعل معايا لمخلوقاتك إلهي بقى تمييز يا قرشق لي محبضنا ومن الإرادات وحكا ممنوع إلهي قدريسي أودي سنة معها هذا مركا أودا يتبرح مضاها هكون ميزامن حق أنها كسر قوصن كسر قوصن أود الله سبحانه وتعالى حدثنا عبيد الله والحديث على ظاهره حتى يجيء الصارف وإجماع المسلمين
من الأولين والآخرين نسك قرآنك نسك حديثك هذا القفك آدمها يا مكلفك وحلقو حنبار يا معناها كوسو الدقدق يا بكذو قدر فانسنتاي إلى الله لو وح لعيا ما وعينا لما لمر لحنكر. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري حدثنا قرة بن خالد السدوسي عن قتادة بن دعامة السدوسي حدثنا أنس مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا قو أحد ليلة هذا جبل وقو يحبنا أن نجعل ونحبنا أن نجعل بلاد إلهي يدرك يجيده بعضك ونعكس نجعلانه سكدة آدمها كله آدمها سكبة داي درت يجيده نحياش يا ونا قادة كور خبه كقوم مخرات كيعي كشعلاني إلا هو خلق من خلق الله وهي. وحدثني عبيد الله ابن عمر القواريري حدثني حرمي بن عمارة العتكي حدثنا قرة بن خالد السدوسي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نظر رسول الله رسولك الله بأيجي إلى أحد بنبق في رشي فقال وحيري إن أحدا جبلا إن أحدا أحد حوى جبل قوي يحبنا نجعل ونحب أن نجعل. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة سيد هذا حكو السعودان وحاسو قوية والله بابين دونا وحي قوها وحي رادها وحي أستان دينيدها وحي من تاريخها إسوية لها عقد الله مرمي سي أسعود وإذا دانا أفت وان دونا وإذا دون بدينك اللي قده وقلي سامن بيكو السعوني. طيب ننك بقر كاما مدحوين كشيء كاما تلز كاما هدان يعلى أورانين أسو حويها وذي إساس وضيا وحبدا مواد اللبابيه ومآثر يا آثار المدينة هي يتيم مكة يتيم مسلمين أو وحكو كلف وسجل ضرورة وحد الروح كلف تيمجر. باب فضل هذا يهود باب صوص عطوة جدا أنا قاعد إسكال لكم أنا دمبا وحنا دمبا أنا قاعد إسكال حيوك بنا لك قصار لكم أنا قاعد إسكال هاي حقيقة أي مادة أيوة قحي مادين وشام قصو قحي وإن صار صوب باب إسيا بقتو نصر يعيد كيس. طيب وجدوا هرنا قليا كان عانيون عربيض أصل العرب سوبا بعشوا لو بقحتيس كقحي هاي أضن فلسطين بيقح كوها بسدين واحد كده جاي وضركته بريكم ما لأنه كفر الإسلام بالغياب وقيس ما الآن أن شو كريم إلا بحبل من الناس وحبل من الله هو. طيب إلهي أمضها كقبط نمان كيهودي يوحي الله المال يوحي كقول الله يوحي كتشيل الله تشبيه مسلمين تا غزية فلسطين لو بابين هينا الله أقرقارو. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة وحبابي هاي لبدا مسجد مكية مدينة فضل كجرة كتكت كو صلاة الوتكني مساجد وصدح أنبياء أساسي مسجد كما كوانا تاريخ الصوم مري بيت الأحلام كوية تاريخ وقصر الشاكيني أسر كسر ملايك باب اللوضي إما يا آدم باب اللابي كدب نقول كيس إبراهيم ومسجد أنبياء أساسي أما أي عسبون يسيه مسجد مكة مسجد المدينة نبي محمد با أساسه أسكمي ودك حديق واد قرنيسا مسجد الأقصى بيت المقدس كوية لات قرنيسا ناسونا أنبياء أساسه أسل كيسو هوري أساس النبي الله يعقوب وبني يعقوب يوليش يسيب أساسه وحال عسبون يسي نبي الله سليمان بن داود مركوا مسجد الأنبياء الثلاث صدح مسجدوي مسجد النبوي مسجد المكي إيوه مسجد الأقصى ومسجد الأنبياء يا أقدم بي مسجد مسجد المسجد النبوي قدام بي النبي هو اخر الانبياء مسجد كيسون هو اخر المساجد هذا النبي هو اخر الانبياء هي بحقيقه لازمي انه افضل الانبياء هي مسجد كيسون محو نقضي اخر مساجد الانبياء انبياء المسجد اساسا مسجد قدام بي وهو افضل المساجد لكن لازم مدينه ما لبضن بيادلو كتسيسا ان ايدو تهي أفضل المدن على الإطلاق مسجد الأوي هاي أفضل المساجد وبه أقول وركبت فانتين بيلت يعني صاحبين حسن الباني الأورنجري أورماها وقد ما لو كنت بيقرن ماي سو أفريكا يقود بيس إنه النول هنا وانت هذا ورماي يا وحلو وصحيح الألباني وبه أقول مرق هذا وحاوي وبه أقول ما قدام وبيها أقول أن كل شيء 98 وهذا آدم سود عايدين شري وبيها أقول بأن كل شيء أسوأ واحد تربى بأن هينو مركا درين صنها إنه نجا أقوى يريها
بحو نقنق بطناء مركب بها أقول بان كل شيء. حدثني عمرو الناقد وزيد بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة ترك حسكمه وقاله عن الزهري عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي أسوأ صوبانها لك عليه قال وحول صوبانه صلاة في مسجدي صلاة قلت كذا مسجد كان هذا كان أفضل وحكفة بنيه صلاة وحكفة بدن تايم من ألف صلاة كن صلاة ضوء فيما سواه وحان مسجد كان لقلت كذا كن صلاة ضوء وملك لقلت كذا وحكفة بدن هل صلاة مسجد كان لقلت كذا إلا المسجد الحرام مسجد كحرمة بدن مويه ومسجد كيو صلاة لقلت كذا وصن ديرين كن إسناه لسكو هيستا إسناه هذا دينك أدموسا حجيدين تاي حنا قاعد ميسا وقاعد إلى المسجد الحرام لأن المسجد الحرام هو مستثنى من المساجد مساجد هو مفضول لقفد بني هاي والمستثنى من المفضول مفضول وركان الفهدين بيلت نبي محمد عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد هو إلا المسجد الحرام مسجد الحرام قال لك صور استنوا لك صور مساجدي وكفض بدنا مسجد النبي محمد بقى لك صور ربي مساجد أنا ومفضولة وحكفض بدن مسجد النبي جينا والمستثنى من المفضول ومسجد الحرام أنا مفضول ولقفض بدن هاي معنوا مركب حكى صور بحي مسجد النبي محمد هذا اللي قلته كده مسألك لو حجر تكون كنت صواب بلام قدر قنتها لكن مسجد الحرام انت هم مجرد هو سجال بقول مدير يلا جاي يابا سديت بقول بقول مدير هو سجال مدير مسجد كادير ايه انتو كفى البنية مثل النبي حرام مثل الحرام لمد ما هاي انتو كفى البنية هاي مساجد كله لكن ولي وحافظ بطن النبوي ميات فانت معاه لقى الله لأنه السلف كان يسكو خلافه استنها بيسكو خلافه نما واحد زي وحكينا يا مثل الحرام باكفة بدن مسك النبوي جاء نما واحد ما يوحكينا يا مسك النبوي وافض بدن لكن وحب مسك النبوي قديري هاي مثل الحرام وحسن ديرين وح عفوا حديري يا وحكير أنتوا ديرا مسجد كله إذا هذه كروح افض بدن مسك النبوي وحكفت بمساجد الرنبا لكن وحكسر دوية المسجد الحرام بحكسر دو إذن مسجد الحرام هو مستثنى من المفضول والمستثنى من المفضول ومفضول في نفسي هذه القاعدة مالك باسدها مريا أصحاب تسو وين كس حين بإلتها أني إذن كنا هذا طلب طلبا وآي ميزا وحدثني محمد رافع لكن الفانتان وجن استلا كان رباه أيضا أقاضن إلا المسجد حين النص نص معها على سوى وظاهر في تفضيل المسجد النبوي يمه وظاهر في تفضيل المسجد المكي الحرم المكي ومسألة خلافية رأي والليدي لكن مسلمات قواضعها مودنة سيدا وهي سنجر رد كور حدثني محمد رافع وعبد بن حميد قال قال عبد وحول أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام السنعاني أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجدي صلاه المسجد اللي قلت كذا هذا إيه كان خير وحكى خير بدنتهاي من الف صلاه كن صلاه في غير مال المسجد كين اللي قلت كذا ومال المسجد مسجد كلا الا المسجد الحرام مسجد حرام حرمضه له ايسن كن كفض اي كن قارين اما مسجد كلا سيمن اما ولا سيمن اما كن بقاري سوي دايركم طيب حدثني إسحاق المهم مالك جماعة من الصحابة والتابعين هل كاسين مرين ومسجد النبي وفضل بدن بيليين وآخر مساجد الأنبياء نبينا وآخر الأنبياء هو أفضلهم طيب إذا قد يضو هل كاس ومدينة إن المسجد كذا أيضا يا نبي يضو بعضك يكفي عنيهين يدعوكم أيام مقانا إسحاق هذا نسمر إن بقعة دونك وفض من أي تاي بقعة كتالة المسجد النبوي وحدثني إسحاق بن منصور
الكوزج حدثنا عيسى المنذر الحمسي حدثنا محمد حرب الخولاني حدثنا الزبيدي ومحمد وليد الزبيدي عن الزوري عن ابي سلمة عن عبد الرحمن وابي عبد الله سلمان الاغر مولى الجهنيين نمنك رجو هنا قع الكوديها وكان سلمان اما ابي عبد الله الاغر وحوها من اصحاب ابي هريره اها انهم من لبدا ولاد واه ابو سلمة ابو عبد الله الاغر سمع وحيم مقلن ابا هريره يقول اسقوله صلاة في مسجد رسول الله صلاة قلت كذا صلاة ولا إطلاقي حديثكم وإن لو رقمه على إطلاقه صلاة أما فرض هالنقطة أما سنة هالنقطة لأنه السلف كان يسكو خلاف صلاة القهضي وصلاة فرضك مساجد صلاة سنة ويكسمين حق فضل جيد هذه لكن وحي مسجد حرم كأيامد كمدينة كفد بدين وحاوي صلاة فرض جيد هذه وتقييد يتخصيص أن لهين دليل الله صلاة والأصل ومحي والعمل بالمطلق على إطلاقه حتى يقيده شارع لمن هي قيد كأسك تقييد النصوص من غير دليلنا قد يؤدي إلى الكفر في بعض الأحيان إسكي إلالي صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام سداس أبو رنجري سداس أبو رنجري طيب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رحيل إذن حكوا عليه تعيلك أبو رحيل أمر ربهات فقه أن يدين سوشيك يبنانك يا الله أبو رحيل الصلاة دل أدتك هذا مسك النبي محمد وحيدارت المساعدك لكون صلاة دوت لماذا أبو رحيل فإن رسول الله آخر الأنبياء وتعليل رسولك إلهي وحوه أنبياء ذكي أدن به وهو أفضلهم صلى الله عليه وإن مسجده مسجد كسون آخر المساجد تعيلك محكين إياه مسجد النبض خير المساجد بلا استثناء قال أبو سلمة حلو عبد الله الأقر وحيد هذه لم نشك ما ننكشكن أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله مركو نوشيغي وفتوني وقولها مسجد نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي مساجدك لكفض بضان طيب كن صلاة دوت نبي محمد أنبيض وقود دنبي أصغان أفض بضان كذلك مسجد كسونة وآخر المساجد الأنبياء أصغان أفض بضان إن حديث كان حديث مرفوع يا هاي والنبي وكسر حجانا يو أنا وما ننكشك إن بيدهن أسوه هذا وقفيه لم نشك أن أبا هريرة كان إنه يقول كي هذا حكم كان شيئا عن حديث رسول سادر عن حديث رسول الله فمع فمنعنا ذلك عدم الشك إن ننكشك إذا درت يد بوحنودي وحنودي ذي إن هو يدينه حما نويدين ما النبي قال كم قش ما ندين لانه شك بما ان كقبين ان حديث كان النبي اوتيرنا يكسو قادني فمع فمنعنا ذلك اي عدم الشك ان نستثبتين ان هبصنه ابا هريره عن ذلك حديث ان كوبسن اون دهانو ابو هريره وحديثك غرنا يدا نو شيغي ما النبي قال يدي مس اضافتونيا حتى اذا توفي ابو هريره هريره مركو دنتي تذاكرنا ذلك أركاسان سويدون كهاساوني وتلاومنا وانوس عناناني فرطان رحلك قينو عانو ونميو محاين قد عي أبرو انتو النولا محان هل ما نوديه أبرو ماذا نبي كم مقلي انت محانو عدي سنوي محانو اسكو عناناني الله نكون انا نقونين اما انا نهانين كلمنا كو الله اللي أبهوريت في ذلك حتى يسنده إلى أوتيريو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمحل أوي دين وإلى النبي عديه ونبي عيشة قده إن كان سمع ومن النبي كم غلي إن كان فبين نحن على ذا إن قوس إذا قص قن وليس عن عين أو هوش آدي هذا وقحن أو متك كلو إمارة جالسنا عبد الله ابن إبراهيم جالسنا عفوا جالسنا وحنا لا صفر استي عبد الله من إبراهيم نقارد بنا لا صفر استي سواب كنا نك مقعيس هو إبراهيم عبد الله هو أبيه وكلور مريي راوغاني ابراهيم بن عبد الله عن كيهاي عند اهل الرجال طيب ابراهيم بن عبد الله بن قارد بن لصو فريستي فذكرنا ذلك الحديث حديث كبرنا انه شيغني اي هو الذي كي فرضنا ان كقبط فلي فيه قد يسو من نص ابي هريره عنه ان كعضيسن ابو هريره هلك انه نبي يري فقالنا عبد الله بن ربيح نقول يري اشهد حنقريا أني سمعت أبا هريرة يقول أصلاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد أنا أبو هريرة مع والبهار إنسان مع فرط النحو وقين إنسان أنا هو أبو هريرة النبي محمد أتينا إلى المقلي هوش مركوي عداتي
فإني آخر الأنبياء أنو أنبياء كي أدن بيبان هاي يقرد بيس كودي وإن مسجدين آخر المساجد محلو جيدا لبا معنو مسجد أدونك كتاقنا لأصابة أدن بي وبالتالي هي مسجد أنبياء لسينا أصابة أدن بيو. حدثنا محمد مثنى وابن أبي عمر العدني جميعا عن الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي بأجيدا نوق لها رجحوك مدي هاي إن أي مكة هي مسجد كذو فضي بدنيين حق الصلاة يدن كستبا وحود دليل شدي حديث كي أها نبي محمد بامانك فتح مكة انتو سعودوا الاستقام مكو وحجري إن والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت حديث كي ترمي لأنا قصة من النسائي بود دليل شدي حديث كاسنا لبا وجب لقاك جوابي مروا حوى حديث مختلف فيه وحديث مختلف فيه مرم بدن باكتاغن دار قدني عيل كيسا كن سيديت بقول كنت طوبق الافرتني صدح اختلاف بدن بوكيني هبا الرجح طريق الرجح كذلك ابن ابي حاتم اسنا اختلاف بدن بوكيني سيديت بقول يصدن طريق هبا الرجح ترمذينا صدح كن سقال بقول لباتن بعيل دي سكو شيء طريق بها الرجح انت سوا حق سند كما كان لقا هادلو حق معناها انا وحا دعي كرتا ليدي ما خليكم وا غورمو نبي سيدا ليه ايوا يوم فتح مكة هاوشان مدينة كسابسا يا تفضيل كذا يا أحكام تدنا وفي آخر حياتي عليه الصلاة والسلام وحصوص وقتان هذا كان يوم فتح مكة النبي بناء على صحتي ضامن إذا ينسلم حديث أنه صحيح إذا ينسلم إنه أها بعد ما النبي وصول شيء مدينة فضي كذا يا إني حرمتها يا دعائي سكدب إنه حديث كان الله ما هي تاريخ الله ما هي ظاهر النصوص أنه حيؤبد أنت هاي إني من فضي بأنت هاي بقعة ومسجدا وصلاة سوى البخير بدنت حديث كلو الشيقي حديث كعبد الله بن الزبير صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام هذا أفضل من مئة صلاة في مسجدي ونوير حديث حسن وصواب حديث معلول عند عند النقاد حديث سوى ماصحين حديث كورنية صلاة اللي قلت كذا مدينة مسجد كذا هي مدة اللي قلت كذا مسجد حرم المكي بقول بيسديريه بقول ما أصحين صدرت إنه صنع أصحين وضعيف وحاشة بخاري في علل الترمذي بقول طبعا أفر كفيرية كذلك بزار باشيك في مسنده لبكن هل بقول سقاشن اللح ابن أبي خيثان في تاريخه أصغنا مجلة سدحات بقول فتني سديد وحديث معلول عند أهل العلم كأسوه مركز كدا إذا نصل لما هي الشيء هي إن مسجد الحرم المكي وكفد بدني هاي مسجد كنبي محمد نسكه إلا المسجد الحرام نظاهك زوحوها إنه مسجد مدينة فد بدني هاي ومسجد الحرام وكفد بدني هاي وحكير أنتو كفد بدنا مسجد كلي وأنا زوجي والإسلام من المفضولي مفضول والمستثنى عفوا من المفضولي مفضول ولا قفل البدنية أفضل كنوا مسجد النبوي عليه تحلو مسألة اجتهادية خلافية اختيارك يترجيحنا وحلو الدين ينول باركتزي أقول تيسا أنون محالي ذي وبه أقول وبما قال مالك أقول طيب أهل المدينة وركوا وضان راعينا مركة حق أبا طيب بضان بل حق أشبه زيني حق أشبه حدثنا محمد المثنى ومن أبي عمر العدني جميعا حق المري نص كميان أخري عن الثقفي عبد الوهاب بن عبد الثقفي قال المثنى وحول أحد عبد الوهاب سقوع عن الثقفي ما ورنين مقعب تسريحي عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول سألت أبا صالح السمان ذكوان هل سمعت من مقى شيء أبا هريرة يذكر فض الصلاة في مسجد رسول الله من مقى شيء ورور الشيء فض كجر نبي محمد مساد كسين اللي قلت كذب فقال الحمد لله ما قال وكما ما قال رسول ولكن اخبرني عبد الله بن ابراهيم والصواب ابراهيم بن عبد الله بن قارئ انه سمع ابا هريره يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه او كالف صلاه اما كن صلاه بين لمتها فيما سواه من الاسئله اللي قلت كذا من المسجد مسجد كلا الا ان يكون المسجد الحرام انه يا مثل قلت كذا مثل الحرام مو او مركا انت سوكل اوسن ديرين بظاهر كويا انت سوى اوسن دير او كنك اوسن دير سغال بقول بدير مثلا اما حديري هاي وحكيا ظاهر كانه ساسا لنا انما انه واي عكسيين مكي عكسيين مكيني كرام نص سوغانو
حديد يا انتو المسجد الحرم المكي وليري هاي مسجد النبوي اما انو لمدي هاي ناس كي اقول رانا واحد عبد الله بن الزبير وانا معلول عند النقاد متاخرين النووي وحسن يا ولا هاسي مسعون ايوب ترمذي وانتو الله يا بعلدي بخاري ويدي بخاري علدي سبو شيخ وانا دين شيخ ومن احالك فقد اسندك وحدثني زيد بن حرب بن عبيد الله بن سعيد بن يحيى ليشكري ومحمد بن حاتم قالوا وحيد حدثنا يحيى بن القطان يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الانصاري لو يحيى توكل بهذا الاسناد سنه قدم رئيسين عن ابي صالح عن عبد الله بن ابراهيم بن قارد الى اخره وحدثني زيد بن حرب بن محمد المثنى قال حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله بن عمر العمري قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا صلاة مسجد كي كان لو قلت كذا أفضل وحكفة بنية هاي من ألف صلاة كن صلاة وفيما سواه وحنا صغير لو قلت كذا إلا المسجد الحرام وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي نمير وأبو أسامة حماد حوى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وحدثناه محمد المثنى حدثنا عبد الوهاب كلهم جماعة ذاسي ابن نمير يا أبو أسامة إيوه عبد الله بن نمير هذا وصور النقضي عن عبيد الله العمري بهذا الاسناد نحوه وحدثنا ابراهيم بن موسى التميمي اخبرنا ابن ابي زائدة يحيى بن زكريا بن ابي زائدة الليل هذا عن موسى بن عبد الله الجهني عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اصور بمثلي حديث كبيره صوم مرتين وكلي وحدثنا ابن ابي عمر العدني حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف والتفسير اخبرنا معمر بن راشد بن عوط اليماني عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي بمثله أصوك أنت أنا كبحين هو القصاب سن صلاة مسجد النبي محمد أيان وحير كتل ما منا أي مدى الشافعية وحسكم ما نافين نبي وحور المسجد كي كان أو إشار وعيمي صلاة في مسجد هذا مثل ما ميا أنت قو قار ريدة ويقار ريدة مسجد كي سيد بنبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام intu nabigu ogaamiy intu nabigu ku ogaa masjid niba miya laga wadaa mise majmuucul masjid baa loo jeedaa isku ma dhaafay shaafici fuqadan isku ma dhaafay nabigu wuxuu rajaxaa intii masjid ahayd waagu nabigu noola calayhi salaatu wasalaam unbaa haddaad ku tukato aada helaysaa fadligan asaga ah inti dambe lagu daree ziyaada cuhmaan ku daree saxaabada ku dareen la waasiciyo reer bani umiya ku dareene هذا كنت كتو وحلمت هذا كنت كذي مسجد بلال وكم يا فانتي نو هالكاس وكل فت كفر سوري أو شو حنقول شرعي في كتاب المناسك كفر سو مسجد كهرباء وقال أنت أهيد مسجد حلي النبي محمد وبعد كه ليس فضل كان أسرع هذا ملهم بنان كي رئيس عد كفر يزوت اي ريبر امي اي عثمان اي واسع تاوس اسكفر يزوت معلمتها لو كنت كذي دي قضى اسلي دحد لو كنت كذي نو قال قاسو كاس بتكعي حق لكن واحد مودا نظر كفقي انه كينيو مسجد هو اصل طبعا هو عليه والتابع لا يفرض بحكم تابع حكم بني الله ما سيو مسجد النبي محمد انت دون الله واسع سي الله والله هنقول سو قارو اسلي هنقول سو قارو ومسجد كيس عليه الصلاه والسلام مرك الله تقام حاله ورن هيا مسجد النبي محمد نقول سو كذا ومسجد النبي المسجد النبوي اصل كيسي فرعيزو واسراع هيا الهي فل جزونا انت وحكوين بطاقة صادف المحب الطبري محب الدين الطبري الشافعي كتاب كيس الاحكام الكبير وهذا الطابع ورا مخطوطها هي كتاب كيس المناسك وحكوت تكتيك سدي ان مسجد النبي محمد اصلا وفرع اسكو حكم بهاي هوش النوينا انا لغا يلين وانا اقران اسو دويين اسكو دويين لابد كتاب ولا تابع الدريري مركا هوشاس سي خلاف لوغا بخدي كو سوره غليزو هوري او دقاق روضه تك اكتيد هدي ساعات غاري ويدو ميلهان دا عايز كده خلاف كان مش مساله كو جرا والله اسكو هيستا وحدثنا قتيبة من ضمين كربابك سؤال حديث إمهري وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد رمح ابن مهاجر المصري جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حول حدثنا الليث بن سعد عن نافع
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال وحول ابن عباس أن امرأة هويني باشتكت شكوى حنونستي قبر با حنونستي حنون شيغتي ويبكوتي فقال وحيد تري إن شفاني الله شرد بيكش ندر بيكش إن شفاني الله رب هدو يعافيه وحنون كان أنككعو أنبكسوذو لا أخرجن ولا وان بحي أو وان صفري فلو صلينا وحنكسو تكنيا في بيت المقدس بنكسو تكن شرد قاسي الله أقشي فبرأت مركاسي كبوت برح وكك عظيم سفر إير بنقلايا حين جوكت مركا أيضا مدينة حجاز بالجوكتا قبل مركا عافي ماذا وحيت الشرط كي أقشي إلى الأوفيسيت من ندر أن يطيع الله فليطعه ومن ندر أن يعصي الله فلا يعصيه ثم تجهز الويد يرقرو ويقاباشته صابان كذي صالي بدي أرسته فجاءت ميمونة أتكتي ميمونة أم المؤمنين زوج النبي نبي حاسكي ساهد تسلم عليه إذا سكوتني سودرت سلاميس أنت هنا بحين بوحيسين سلامتي ميمونة كذا بس هو يوم بحاجة يا هدي سودعي فأخبرتها ذلك أركاس أشكت وحوله ودبا حنون صدق وحنون الله لي يا باي باي هلاي إلهي بأن ندري إشار الله قالي هذو يعافيه إن بيت المقدس كسو تكني وأنا عافي ماضي ما أنت عن صعراء الله صعو وأن صفر هيا فقالوا هو يدن أمي مروحيت وفقي هذه اجلسي اسكفريسو هل كان اسكجوب فكولي عنو صهيون ما صنعتي وحد طميسي صهيون بيلو صهيون أطلق صفر كدير يبقض مني قادي كفر حلو اسكن الجوب صلاة دينا آتي لو حنكسو تكن هيا آن إلى أنكسو تكن هيا بيت المقدسنا وصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نبقى مسجد كذا كان أكسو تكيجري فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه نبي محمد بن مغلا سقوله صلاة قلت كذا مسجد كيغن أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة مسجد الكعبة موية هاي لي سلا هو إذن أي تربع علم أبدانيهين بل وإذا دا وح إجماع أولو سوقوريي هداد قبطو مسجد النبي محمد أنه كفى دي بدانيهي مسجد الحرام كفى دي بدانيهي وتكون ندرتو إن تكسو تكتو الصلاة مسجد الحرام المكي وحكا قفل لأن تكتو المسجد النبوي باكا قفل هذا الآن من سنتهي مسجد الحرم الحرم المكي بقى فضل بدن الآن من سنتهي حقا أن تكون ندرتي إن تكتو كتو هي مسجد النبوي وحكتو كنكرتا وكا قال هي الحرم المكي والعكس كذلك بيت المقدس واسطة هذا تكون يرتين الصلاة كسوة تكتا أساق وحكا قفلان لولا مسجد كلمت كم إذا النبوي إيو المكي إن كتو تكتو كتو سيدا سي صحابة مارين وندركو مربو كا قد عايا أفضل إيا فاضل لا تمدو كا قد عايا إذن ويش سيدا بيشي سيدا بيقاتي جاي استعمال شيء هل قاسين كتو كتو انت أنا كبير حمرك حديد كان حقو إلا يكشي نقاده مسلمين وحوقة بساحة الوجهين بخاري أسوي حوري في تاريخ الكبير ولا وور إسناد قصاب أجمع أهل العلم بالحديث على أن متن الحديث صحيح متن الحديث هو صحيح وعلى سكوا وام هاي سند بلغها سندكم محيوية ابن عباس ماشي إلا شيء ما يده وأنت وولدك عن إبراهيم ابن عبد الله بن معبد ابن عباس بن عبد الله ماشي أنت يا خلط أنت سوى خلده وإن لي إبراهيم ابن عبد الله ابن معبد ابن عباس معبد وإن عباس عبد الله والكية وإن عبد المطلبة ويل كان مرك إبراهيم توس وقع الحديث كان ميمونه مرك وعن إبراهيم ابن عبد الله ابن معبد ابن عباس عن ميمونة عن رسول الله إن بين ميمونة وبين ابن معبد اللجلي ابن عباس بيديدين حفاظه مسلم وحوقبة سحة الوجهين لبضوا إني صحيين بعصو قبا بخاري وحوري لا يصح فيه ابن عباس ابن عباس إلا الشيخ صح معها بزار بأسون وحوري رواة أهل مصر لا يدخلون في ابن عباس ابن عباس أحلى مسو قلنا يان دار قدم علل كيسية تطبع بسيدها كويري وحال يسكوها يو ابن عباس إلا الشيخ ما محفوظ با مسا محفوظ ما أنبال يسكوها يا طريقة دنبين قلت المامدون إن شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم.